أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أنه بحث مع نظيره السعودية تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. خلال هذا المؤتمر الصحفي أشار عبد العاطي إلى أنه ونظيره السعودي أكدا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أكدنا منفردين ومجتمعين وعلى مستويات عربية وإقليمية ودولية عديدة الأهمية البالغة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، وأيضا أن يتم هذا بشكل غير مشروط وبما يضمن صفقة متكاملة تضمن إطلاق سراح الرهائن والتبادل للأسرى. ونكرر سويا دعوتنا للمجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية يقوم على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة.